بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بنتكلم عن شوية توصيات عن الخيار الصيفي، فياريت حضرتك تاخد بالك منهم وتكمل كالعادة الفيديو للآخر. مش عايز تكمل انت حر حبين يا زين، حياك الله يا صديقي. أول حاجة، زي أولا الخيار لازم يكون زي اللي قدام حضرتك ده، هو كله لازم يكون أصفر. طب إزاي يكون كله أصفر كده والعقد عليها كذا واحدة كده؟ حضرتك ده لازم يكون الخيار ملطي وليس سنجل، تمام؟ الخيار السنجل ده بيكون على بيكون موجود في الخيار الشتوي، أما الخيار الصيفي لازم يكون سنجل ويكون على العقدة بالعشرة والستة والسبعة زي ما حضرتك شايف كده هو، تمام؟ والصنف اللي قدام حضرتك ده هو يعني أنا يمكن أكتر واحد زرعته في السعودية وأكتر واحد شهرته في السعودية يعني، تمام؟ الورقة لازم تكون لامعة كده، وهنقول إزاي نجيب التزهير العالي ده هو، تمام؟ وإزاي كمية التزهير ديت وعدم الموت يا جماعة، عدم التنفيل، إزاي هنقدر نجيبها من الخيار زي ما حضرتك شايف كده، تمام؟ اول حاجة انك هتختار الصنف كالعادة، الصنف المحترم اللي هو ما تزرعش عند الحاج فلان وعند الحاج علان، من مهندس التسويق انت بنفسك تشوف، تمام؟ وعينك توريك الصنف، لازم تكون انت شفته في اكتر من مكان وتعمل عليه ابحاث كويسة ويبقى بالطريقة اللي زي حضرتك شايفها، وتأكد ان الصنف ملطي، وتأكد طالما درجة الحرارة عالية عندك مفيش حاجة اسمها اصل ده الصنف ده خريفي، اصل هو ربيعي بس احنا جربناه في الصيف ونفع، كل النصب ده هو ابعد عنه خالص. في شركات محترمة زي انزازادن زي ريزوان زي سيمنز، لا تتنازل عن الاصناف بتاعتهم، انا طبعا ما اعرفهمش ولا اعرف حد، ولكن ده يعني من باب النصيحة. الثمرة برضو بتاعت الصنف بتاعك لازم تكون الثمرة كويسة في الطول بتاعها وفي السمك بتاعها وفي الملمس بتاعها، ما تكونش ثمرة مثلا. في ناس بتضحك، مهندسين تسويق بيضحكوا على ناس بدون خيار شوكي، يعني الخيار الشوكي ده مشهور في أوروبا، ما ينفعش عندنا في الوطن العربي، ولكن هو الجشع يا صديقي، تمام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، بعد اختيار الصنف المحترم حضرتك هتروح على الخيار بتاعك وهتبدأ تزرعه، تمام؟ الزراعة في الخيار الصيفي أنا لا أنصح إطلاقا بنية الزرع في الصينية، ياريت حضرتك تزرعها مباشرة في الأرض إذا ما كانش عندك أملاح في التربة تمنعك من الزراعة مباشرة، أو يكون عندك قوارض اللي هي الفيران ماشي تاكل لك البذرة. طالما مش موجودة توكل على الله يا صديقي وازرع الزرع بتاعك وانت مطمن خالص، زراعة مباشرة بالبذرة تحت كل نقاط بنحط واحد. مسافات الزراعة يا صديقي لا تقل عن 40 سم، 40 سم كتير والله، ولكن يعني لو هتزرع على المتر ونص بين الخط والخط ممكن 40 سم كويسة جدا، وصدقني كل الكثافة ما كانت خفيفة كل النبات ما بيكون السلميات بتاعته قصيرة، دي رقم واحد، السلميات بتاعته قصيرة، وان هو بيجيب افضل لان مفيش منافسة بالنسبة له، الاضاءة كويسة والدنيا عندك كويسة خالص، تمام؟ رقم ثلاثة، حاجة لابد تاخد بالك منها، ان لو مش عايز برضو السلميات عندك تطول لازم تراعي برنامج التسميد بتاعك، لان درجة الحرارة بتدت تعلى، تمام؟ ولو في عند حضرتك تظليل ولو في تسميد مع زيادة في مية الري، اعرف ان الامور هتخرج عن السيطرة تماما، شاء من شاء وابى، شاء من شاء وابى من ابى، تمام؟ لو انت مين الامور هتخرج عن السيطرة، تمام؟ والسلمات هتبقى طويلة وكلها اسبوعين 3 اسابيع بكتيره، وهتلاقي الخيار بتاعك ابتدى يوصل لسلك حامل المحصول والدنيا عندك مش مظبوطة. امال نعمل ايه؟ لو عند حضرتك لو تقدر تمشي من غير تظليل والجو بتاعك كويس توكل على الله، لو عندك بيت مكيف برضو الخيار لا يحتاج الى تظليل بالمرة، تمام؟
امسك ايدك خصوصا في المية في بداية عمر النبات، اعمل برنامج تعطيش وتصويم زي ما قلنا كتير، وان حضرتك يريد 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 للمرة المليون تبعد عن الأسمدة الأزوتية الخالصة، أو لو استخدمتها ما تستخدمش غير النترات مع علي فوسفور في بداية أمورك، وبعد كده إن شاء الله دنيتك هتبقى كويسة. والله كلام من دهب بس اللي يسمع. بعد كده مشكلتنا في الكالسيوم في درجات الحرارة اللي بتعلى وزيادة الرطوبة. الكالسيوم توأم زيادة درجة الحرارة وزيادة درجة الرطوبة، بمعنى ان كلما زادت الرطوبة وزادت درجة الحرارة لازم غصبا عنك هيحصل نقص للكالسيوم. طيب عشان نقص الكالسيوم ده ما يحصلش، اولا مد التربة بتاعتك بالمادة العضوية، وده هيساعدك كتير جدا. تمام، ياريت تحط شوية كبريت زراعي مع المادة العضوية، علشان المادة العضوية مع الكبريت الزراعي هيخلوا لك الأرض مائلة للظروف الحامضية، واللي هيكون ميسر الكالسيوم في الوقت ده هو. غير كده يا صديقي، الأفضل للكالسيوم أنك تحط نترات كالسيوم. أنا بقول لك، أنا أتحدى عمري والله ما رشيت الكالسيوم ولا بلجأ له إطلاقا، ولكن أنا بخلط نترات الكالسيوم مع حمض النتريك، مع حمض النتريك. تمام، لان حمض النتريك بيحرر نترات الكالسيوم بطريقة لا يتخيلها احد، وعن مليون تجربة حصلت معايا انا. تمام، ده علشان بس نبقى خالصين منك. عايز ترش كالسيوم ما عندك مشكلة، رش براحتك خالص يعني، ولكن يعني ما يكونش كل حاجة اصل كالسيوم وبورون، اصل كالسيوم وما عرفتش الكلام ده هو مش مظبوط يعني بالمرة يعني. تمام، يعني مدى الحياة ان نرش كالسيوم بورون كالسيوم بورون يا جماعة، في حاجات انا البورون اصلا بضيفه في التربة والله، يعني بضيف للبيت مثلا نص فدان، بضيف له نص كيلو بورون حمض وريك 99%، يعني ما له لازمة ان انا ارشه يبقى زي الفل عمره ما بيحصل. أنا المهم يعني اللي عايز اقوله ان العوامل كلها مجتمعة مش هتحصل لك حاجة. امنت السماد العضوي كويس، امنت الري كويس، امنت برنامج التسميد بتاعك كويس، والله ما تحصل لك مشاكل. المشكل ان الانسان بيتكاسل وبيعيش لنفسه الوهم. واحد يقول له المركب ده هو يا جدع انت عندي الحاج فلان وعندي المهندس علان عمل اللي ما تعملش خلاص هاته واعمله. يا جماعة الخير، الله يصلح حالكم، ما فيش حاجة اسمها مركب ساحر حطه وهتعمل بيت العناصر. إذا ما حطتش العناصر كلها بطريقة علمية وصحيحة واتكلمنا على ده وعملنا مليون برنامج، أمورك مش هتبقى كويسة صدقني بالمرة. تمام، وارجع حضرتك اللي هي فيديوهات تسميد الخيار الصيفي، هتلاقي الأمور عندك كويسة. تمام، بعد كده يا صديقي انت بتزرع والزرع عندك كويس جدا ومهتم ببرنامج التسميد، عشان الشبراوي قال لك الكلام ده كله، حاول تفتكر حاجة واحدة بس، ان في عندك مشكلة العنكبوت الاحمر. ماشي، انت هتطلع من البيض الزغبي في الشتاء هتلاقي العنكبوت الاحمر في الصيف. فمن اول يوم كده حاول تحافظ على النبات بتاعك من حاجتين: اعفن الجذور وامنها كويس زي ما قلنا في الاول، بداية من البداية خالص هنعمل ايه. تمام، ان كان هنحط المبيدات اللي هي فطرية، لو الارض بتاعتك تاريخها سيء وفيها الاعفان، يعني انا ما انصحكش تزرعها في الصيف، لان الـ 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 المعروف الاسعار زهيده والتكلفه تبقى مكلفه جدا. لو عندك نيماتوده برضو حاول تمشي معها او تتماشى معها، كنتك هتطعم الخيار او اسكت على اصل مقاوم للنيماتوده، اسكت او ان حضرتك هتبدا تعمل برنامج لمكافحه النيماتوده من بداية من الأسبوع الأول، يبقى أمورك كويسة. تمام، تاخد بال حضرتك زي ما قلنا من حاجتين: الذبابة البيضاء والفيروس، لأن ديت هتفيرس لك الخيار. الحشري كله هيفيرس لك الخيار، إن كان من ولا ذبابة بيضاء ولا جسد، كل ديت عوائل للمن. والله ما بيقتصر على حاجة، في 6 أو 7 فيروسات عندك في الخيار هيبهدلوا لك الدنيا لو الأمور مش كويسة. تمام، العنكبوت الأحمر ما تحاولش برضو حضرتك تحط مادة واحدة وأمورك كويسة خالص، لا، حط أكتر من مادة واستعين بالله كده. ومن أول يوم وإحنا بنكافح في العنكبوت الأحمر، تمام، علشان ما فيش حاجة اسمها مبيد ساحر، وبيغلبنا كلنا على فكرة، ما فيش حاجة اسمها مبيد ساحر هيجيب العنكبوت الأحمر مرة واحدة، بالعكس ده انت لازم
يبقى عندك أكتر من مادة فعالة ومجربة وشغلها كويس، بحيث أنك تحاول تطلع في الخيار الصيفي عندك وأمورك كويسة خالص. تمام، حذاري للمرة المليون يا جماعة، حافظوا على الخيار عندك من قصة السرولة. السرولة بتاعت النبات، ان النبات يطلع على سلك حمل المحصول فوق، دي مشكلة في حد ذاتها. فأرجو بالله عليكم تاخدوا بالكم من القصة ديت كويسة، لا ان لو حصل سرولة انا اعتقد النبات ولا له لازمة خالص. لازم مساحة الورق تكون عندك كويسة، السقف يكون كويس، مجموع جذري يغذي كويس، القمة النامية ماشية معاك تحرك يعني في سرعة واحدة، وما يعني مش الاقي في عز الصيف الاقي الدنيا مش مظبوطة عندك في الخيار. الخيار الصيفي اسهل من الشتوي كتير، بس عايز رجالة تشتغل كويس في البيوت المحمية. أشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.